هذا معد امس ولا سم؟ ما في مشكله. طيب رصيدك 2157 بدون مسابقه امس لسه ما ضيفت. وال 400 حقت ايش؟ حقت اللي هي 2 امس من الجمهور الهاشتاج. الهاشتاج وضيفت. وضيفت؟ وضيفت. كم الحين يعني؟ هذه 400 طال عمرك. والمطبخ؟ بخيت بن حليمه 400. والمطبخ وضيف؟ المطبخ متى طلعت فيه انت؟ اول امس. طالعه. لا انت ما كنت في المطبخ اول امس. في المطبخ؟ لا امس ولا بس امس امس؟ لا ولا امس. لا لا امس. امس؟ 150. وضيفت يعني؟ وضيفت. كم التوتل؟ 2157. شكرا. طيب ابو غضيف غير اللي امس، امس كم اخذت انا؟ 800 ولا؟ ما ادري انت كم اخذت في المسابقه اضفها عليها وباقي انا بس تجيني الارصده ابغى اضيفها واعلنها لكم عادي. حاضرين. ما عندي فيه مشكله. كم؟ سالم الشمري. وش العلم؟ 2730 بدون مسابقه امس. يا شو؟ للعموم يعني للكل. الى الان ما اضيف له. عليكم السلام ورحمه الله. دقيقه لا تخطم. طيب لو سمحتوا شوي بس. خلي بعد نظف. طيب لو سمحتوا يمين ويسار. كم اسم سيارتك؟ 801. شلون 801؟ اضف عليها المسابقه ما اضيفت امس كم اخذت المسابقه؟ لا مو بحق المسابقه. حقت البلديه. البلديه. 500. 500. رصيدك 1301. طيب وفيه طول الله عمرك الجمهور. 100. أضيفت يعني كم الحين؟ أضيفت 1301 الحين 1301 1301 مع الجمهور. مع الجمهور ومسابقة أمس بدون مسابقة أمس. طيب كم أخذت أمس؟ فيه الجمهور أفضل فريق دعم 800. ما جتني هذا الشيء تتكلم فيها في يتكلم الإعداد أو تتكلم الإدارة إنه والله أنا في عندي المبالغ الفلانية أنتم ما أرسلتوها للبنك هم أرسلوها لي. طيب البلدية أضيفت لك باقي مسابقة أمس كم أخذت في المسابقة أمس؟ 1000 موجب. لا خذيت 300 موجب ثم فتحنا المفتاح وجا كل واحد 1000 نقص 50 يعني زود 950 على 300 اي وشوف كم عليك يعني 1250. طيب مع هذه صار 2000 وكم؟ 2500 وشوي. 2500 بس خلها توصلني درجة المسابقة خلاص نضيف عليها وزين. وفيه يعني من اللي كان معك اللي كان معك في البلدية سالم عبد الله الجعيداني والدوسري ومحمد الدوسري. اوكي مرحبا بك يا ابو حسين منور وطعنا جعل تترحب اللي فضحني فالاوليات لا 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 لا. طيب ايش رايك يا عبد الله كيف كشخه مدير البنك؟ والله اني كنت احبك وكان عندك قبول بشكل فظيع الحين لا قبول ولا احس اني بديت يعني عشان اعوذ بالله من الشيطان. ليه فيه الدرجات ما ضيفت والسماء ما هو انا والله انت لا والله لا والله يا عبد الله لا وانك ودعتها عبد الله. طيب قول لا اله الا الله هو الموضوع راح الموضوع راح. هل تشوف انت كعبد الله ان الفلوس اللي جاتك انها بوجه حق بكل امانه كسياسه برنامج امانه بالفعل؟ بالفعل بالفعل اي والله وجه حق لاني انا هذه قريه وفيها ما. طيب قول لا اله الا الله. القريه وفرت مطعم أيوة. ووفرت المخبز ووفرت الاشياء اللي يمكن ان تستفيد منها كمتسابق وتخصم من رصيدك. صح. مزبوط صح. ايش ذنب بخيت يخصم من رصيده على اساس انه شرى منك؟ كلام كبير. شفت يوم اللي تعاملني بهذا الاسلوب إيه؟ بقدر اعلمك من فين سرقتها. والله اني سرقتها واني خذيتها من عند الشباب لكني كنت احس اني كنت يعني لا شعوريا يعني كنت في سن مراهق هذيك الفتره. شفت كيف كانت ترى هذاك اليوم شفت ترى هذاك اليوم والله انا نفس اسلوب اسالك يعني إيه؟ عبد الله من فين جبتها انت؟ كنت داخل اليوم انت تقول لي انا بعت وشريت انا بعت وشريت وانا سويت ها انا ما ادري شوف يوم طيب مسكني كذا علمتك. طيب شفت الحين طيب شفت ونايف الخضيري وخذيتها منهم عمر سيد خذيت منه 150 وكذا. انا اخذت مني شيء والله شوف تدري 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 يا عبد الله الفلوس يعني اللي خذيتها سواء انا خذيتها منك او خليتها معك يعني انها ما راح ما ما, ما ما تفيدك بنقطه واحده. انا اكتشفت تدري ولا لا؟ انا بشرك يا ابو حسين الريال اعطيته نسبه 20%. انت اللي ماخذ البنك؟ اي طيب المطعم بما ان الله جاب. ما عندي مراهق سرقه وكذابك ما في الحين اقعد لي شريك مع الرجال الحين عبد الله ما شاء الله امس كان عندك ما شاء الله تبارك الله شفت الوالد واخوانك واصدقاء الله اجمل يوم والله انه اجمل يوم في حياتي. كيف عبد الله لحظة يومك شوفوا عن عيونك شفت ابوك امانه
طيب لا دقيقة ولا أقطعك، قبل يفكون الغطاء من عيونك يوم كنت تسولف معهم وقالوا يوم قلت خلوني أشم، تقول أنا 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 أشم، هل فعلا يعني حسيت انها يعني ريحه ابوك؟ والله اول شيء بكل امانه والله يا ابو حسين ما عندي خبر بجيته، جاني درجداني قال ترى يمكن اهلك يشترون لك حصان اي وبيجيبون لك حصان سلام. قلت هذا الكلام قبل يومين، يوم جاء الحين قالوا لا لعبه ونغمض عيونه، قلت ما حولها شيء مستحيل، والله انا في بالي وانا هنا قلت مستحيل، يوم لمست انا عرفت حط ابوي ما يتعطر اللعبه، من يوم عرفت فالمس عارضه قلت عارض صار على المكسر، ارفع صوتك فالمس عارضه، المس عارض ابوي نفس عارضه صار على المكسر، الا يوم شميت ريحه العطر الا والله انا عطر ابوي. قبل امانه بكل امانه قبل تفتح عيونك عرفت انه ابوك؟ اي والله انا من ريحه عطر، اي والله يا ابو حسين اي والله، ها ترى عنده حاسه الشم قويه حتى نحن عرفنا من كل واحد من ريحته ما شاء الله تبارك الله. طيب حدثني عن مشاعرك يا عبد الله اذا كان نيتك شيء. ها عبد الله اسال الله مشاعرك. والله شوف أنا بكل أمانة يعني الواحد غايب عن أهله فترة ولا شيء، من الطبيعي إن تصرف لا إرادي إنها تنزل دمعته. أنا أشهد. شوف يا أبو حسين الوالد الله يطول في عمره يمكن أنا قريب منه بزيادة بزيادة، يعني حتى سفرياته الحين جاب الجمس هنا في القرية هو جايبها من الجنوب ما شاء الله، وعاده بيكمل على القسيم، هذه الرحلة أنا أكون معه دائم عرفت، وأنا عارف أنها بتبدأ ذي الأيام، فضامني إني أنا ماني معه، وأنا أعرف بوي يا طويل العمر والسلامة إن وده يدفع فلوس وإني أنا معه يعني كذا فاهمين بعض. طيب ليه ما طلعت معه؟ باب رزقي هنا، أكون نفسي ثلاثة شهور ما أطلع أنا وياه ما نخليه دير إن شاء الله. الله يخليه لكم يا رب. لكن لو فيه واحد الله يخليه لكم يا رب ويطول عمره ويمده بالصحة والعافية. في واحد يعني يدخل حاجات أموال سائبة تزين القرية ويصير فيها. شوف عبد الله والله إنك كان ودي من هذاك اليوم إنك تكلمت. وتعطيني آه. لا كم ما كم ما سحب منك البنك؟ كان ما دخلت في مهاترات مع كلام اليوم. يرضيك يرضيك يا ابو حسين. فيا عبد الله انا ودي ان يكون هذاك اليوم ما اعترفت لي احسن من هاليوم. حسين عادي طيب نطلع اليوم طيب موضوع سؤال. انك طيب. انت بدي أنا, أنا, بر... انا انا برجع لك إيه؟ طيب الحين الشباب اللي اشتروا منك ايه، طيب تدري ابو الشراء اللي اشتروه منك ان ما انخصم منهم من رصيدهم شيء حق المطعم؟ لا انا اتكلم اللي بعت عليهم اللي تقول انت انك سويت بيع تجاره داخل القريه. ايوه تدري ان الشيء اللي اشتروه منك ما عندنا فيه اي خبر ولا عندنا فيه اي اطلاع ولا شيء. طيب انت تقول ان قريتكم عيش هو عبد الله انا مسؤول عن المطعم ومسؤول عن التمييز. ايه مزبوط. ايه ارصدتهم هم مسؤولين عنها صح، فهو جاء واعطاك ورق، الفلوس اللي اعطاك اياها مجرد ورق ما خصم الرصيده. يعني لو يعني ما جاني اخر يوم قلت انا شريت من عبد الله خماش، يعني لو اسوي ما اسوي الرصيد عندك هنا. ها يا اخي شوف بقول لك حاجه، انا يعني كان عندي يعني فكره ان الاموال هذه اني اذا يعني اقول لسالم خذ واعطني لا تجي في رصيدي. ايه اسلوب اقناع تعرف احنا متعودين على التجاره وزيك يعني ما توقعت، قال لو تسوي ما تسوي الفلوس هذه بس شكل، الرصيد عنده هنا يعني ما في خططي انا وانت ما في. لا خلي الخطط انت كل شيء في راحته، انت باقي تخطط معي يعني لا تفضح هذا تعرف قول امين يجعل سري ما هو عنده. امين لا اله الا الله. هذا شفت البير اللي يقول ايش اللي صاير البير فيه خمسه تحت. شوف خلكم يعني بعيد عن البنك يعني جلسه كذا يعني فضفضه مع مدير البنك تاجر يا ابو ضيف. لا لا حسب ان تاجر مثلا عبد الله عنده سلعه أوكي. يعني عشاور البارح المشكله انكم تصدقوا البارح مثلا عادي المشكله عادي عليكم الصدق المشكله انكم تصدقوا اسكت لا تقول الصدق الله تشتري من عنده ارتحت خلاص واجي انا اسالك اجي انا اسالك اخر اليوم كم معك كاش كم المتوفر معك كاش؟ طيب والله انا باقي معي 20 طيب انت باقي معك هنا 50 30 وين راحت؟ شريناه من عند من؟ من عنده هنا المشكله لانه وشو مثلا يطلب الليله عشاء تمام يعني شوف هي راحت عليك وراحت عليه وخسركم كلكم الله الله بس انه ما في خساره ايش عندك يا ابو بخيت عجبني البشت حلو البشت علمني الله يعلمك يا سلام على ما طيب طيب مين سلم مين سلم الثاني؟ انا بقول لك علمني بخيت سلم وش؟ اعطني الموضوع اللي عندك. انا ما عندي شيء عندي سلامتك أوكي. اشوف رصيدي وعندنا ان شاء الله شيء في اثراء القريه انا وعبد الله خماش اوكي نسوي فعاليات الله يطول وعندنا امور كثيره وتطوير القريه الرصيد وخسرت المطعم هي راحت بخيرها وشرها. انا والله ودي يا عبد الله انك جيتني واعطيتني الموضوع هذا من اول ما سالتك
شوف لو سألتني قلت ال 400 حصلتها طايحة بقول خلاص جيبها لي. كنت في سن اللي له ضال له بيجي يسأل عنها. كنت في سن عبد الله صالح. صالح يا عبد الله أمان صالح. وأنا ارتحت له. وأنا ارتحت له بعد. أي والله. شوف من ناحية الأمور اللي أنت خايف. طيب سؤال أنت ليش خايف؟ أنا ماني خايف. ارفع صوتك. يا أخي أنا خايف أنت بتفضحنا ولا ما بتفضحنا. لا لا لا. لا. بين أذان وإقامة نفضفض ونبدأ صفحة جديدة. وأنا ارتحت له. أخواني أمس بيكون. ما قلت طلعت في عليا اعطاني ذي العالي 100 وانه يدعيني وانه يهب لي 500 توكل على اعطوني يعني. مطعم ويومين انت لي اذا انا ما قلت لك لا تعال لا تسال عني انا ما قلت لك عصب يا عبد الله اسمع انا ما ابغاك تعصب انا بس ابغاك ترفع صوتك عشان نسمعك ايوه خلاص الفلوس كانت سائبه في غرف نومنا مزبوط سائبه يعني هذه بدايه القصه اني الم لم شمل الفلوس حليله تخيل 5 هناك و10 هناك حليله صح صح اني اجمعها في محفظتي يوم جيت انت قلت انت ابوها ابو هذه الفلوس أيه. وانت يعني انت اللي تمسكها في شنطتك قلت خذها ودعها سحبتها مني المطعم وانا كانت نيتي ما ابغى احلف واتطرق الى هذا الموضوع طيب. كانت نيتي انك انت تحافظ عليها طيب ابخيت نبيك نهايه اليوم ان شاء الله تعطيني اسماء الناس اللي كانوا معك اشتغلوا معك في البنك موجودين نهايه البث انا بس بجيك ان شاء الله رفعنا الاسعار ان شاء الله باذن الله ترى اخويانا يكرهوننا الحين ان شاء الله وقت صلاه إيه؟ نستودعكم الله بس نبدا قبل شوي الحين قبل شوي ونشوفكم على خير اي بس شوي شوي ترى اخويانا يشلون عبد الله خلاص يا عبد الله يا خلاص اتكتب كلام طبعا. يلا ودعناكم الله يحفظك. الله يستر عليك ايه امر الله ما تعلم ابشر ايش في جاسوس دبوس لا ما والله يخبر انت كرشيت حوط شوف كيف طيب لا طيب على زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي